من يستحق التحية؟ صاحب المركز الثاني في هذه البطولة منتخب عمان. شكرا لمنتخب عمان الذي أمتعنا في هذه المباراة النهائية. الفائز بالمركز الثاني ويستحق الوصول إلى المباراة النهائية. المنتخب العماني اليوم بذل جهد كبير في المباراة وأرعب العراقيين اليوم، خلاهم على أعصابهم ولا خلاهم يقعدون لحظة. ليش؟ لأن أداء قوي، أداء ممتع، دولة رئيس مجلس الوزراء وتتويج المنتخب العماني. سيف، نقول لكم هارد لك نتيجة، لكن مبروكين هذا المستوى والثبات حقيقة. الحمد لله، احنا يعني سعيدين تواجدنا في البطولة، سعيدين بهذا النجاح اللي حققته البطولة، سعيدين بمنتخبنا أيضا كان حاضر في البطولة بشكل جيد على الرغم من الظروف اللي مر عليها في دور المجموعة، لكن أثبتوا لاعبينا إمكانياتهم وقدراتهم الفنية. تتويج إبراهيم بأفضل حارس البطولة، هذا يضاف للسجل الجيد اللي فاز فيه سابقا الكابتن الكبير علي الحبسي، يوسف عبيد كذلك. مركز وصيف مش غريب علينا، سبق حققنا هذا المركز في أكثر من مناسبة. يمكن اليوم فرقت بعض الجزئيات في المباراة، لكن هذه الجزئيات كلها في ظل التوهج والشغف الكروي الجميل اللي شفناه وعشناه في البصرة في العراق تحديدا. أقول يستحقون المنتخب العراقي التتويج، يستحقون البطولة، هم البطولة كلها، هذا الشعب العريق، هذا الشعب الجميل. منتخبنا على الجانب الآخر قدم مستويات جيدة وبدأ برتم تصاعدي جميل جدا. شكرا لكل الشباب اللي لعبوا كل المباريات. يمكن بعض الإشكاليات اللي احنا ما نريد نذكرها الحين اللي مرت على الفريق خاصة في خط الدفاع، ساهمت أيضا في أنه فنيا الفريق ما يرتفع الرتم بالمستوى اللي كان مأمول.